السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع تقدر تقول عليه بورتفوليو للمصممين، تقدر ترفع عليه الصور بتاعتك والشغل بتاعك، بحيث بدل ما تبعت سي في وهو يقول لك طب ابعت لي صور، لا انا ببعت له اللينك ده على طول، ممكن حتى تبعته على الواتساب هو يبدأ يشوفه. طيب فكرته ايه ببساطة؟ فكرته ان يعني انت بتعمل حساب مجاني، على ممكن تدخل بحساب فيسبوك او جوجل، وابعد عن جوجل لان جوجل خلاص هيتقفل كمان كام يوم، جوجل بلس شبكة كمان هيتقفل كمان كام يوم. تمام، وبتدخل وبتبدأ ترفع الصور والشغل بتاعك عليه بس. تمام، تقدر تقول له انا عايز اشوف البروفايل بتاعي، تقدر تعمل بروجكت. تمام، تقدر ترفع الصور ده طبعا، بس ايه، صورة سريعة. لو انت بصيت على شغل الناس هتلاقي في حاجات مثلا ناس كتير رفع صور هم مصورينها او حاجة هم مصممينها باي سوفت وير، يعني تصمم حاجة بالمايا ب 3 دي ماكس وترفع الصور بتاعتك والناس تبدأ تشوفها. فنصيحة، لو انت شغال في مجال الديزاين في الفوتوشوب او في مجال التصوير او في مجال الجرافيك ديزاين الستريتور والحاجات ديت، انتريو ديزاين، ارفع صور المشروع بتاعك، ممكن يجيلك شغل كتير من خلال الموقع ده.